مساء الخير. الطلاب بالأكاديمية أخبارهم ما بتخلص، وفريق عملنا جاهز لنقل كل تحركاتهم بالأكاديمية وخارجها. بداية حلقتنا الليلة مع حصة جديدة من الغناء مع كارلا رميا يلي رجعت كل طالب إلى فولكلور بلده. هلا ما توقعتش إني أركز كده. انبسطت منك كثير. الحمد لله. أنت من الناس اللي كثير انبسطت منهم. بونجور. صباح الخير. صباح الخير. كيف كان الشوبينج ولا؟ تمام كله انبسطت؟ ألو ألو. كيفك تبع؟ نسيم وين؟ نسيم. طيب هلا عنا لعبة جديدة بدنا نعملها. يلا عجرة فيل. أنا هون حاطة كل البلدان اللي أنتم منه. أوكي؟ يعني نحن عنا لبنان السعودية مصر المغرب تونس جزائر. أوكي؟ بقى هود البلدان هون. هلا رح حدا يسحب منهم تنشوف. انا جمعة الماضي قلت لكم تحضروا لنا كل حدا فولكلور البلد تبعه. بقى المشكله علي محضر، اذا طلع هون هلا بلدك بدك تقوم تحضر لنا وتغني لنا. بقى رح نسحب. مين بده يسحب لنا اليوم؟ علوش علوش يا علي. علي علي علي. رح نخلطهم، رح نخلط الاوراق دي. رح نخلط. اوكي كيف اللعبه؟ بدنا نسحب البلد اللي بيطلع هو رح نعمل هلا الفولكلور تبعه، وكل جمعه بتعملوا لنا. حلو كثير بتعملوا لنا. حاطين كلهم لبنان هيك؟ حاطتهم كلهم لبنان. تا 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 حتى تا 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 في الجزائر. تونس المغرب. يلا كل حدا بدها تكون مش كثير طويله وبتقدروا تعلمونا اياها تنحفظها. لحظه بدها رح تحكوا كثير مغيركم محلاتكم. خايف عليك ولا يعذبوا كازيني تبانا، خايف عليك ولا يمحنوا كقلبي تبانا، خليك بحال طير الحور. وطينا هالشوي وعلمنا هلا مطرح ما فات الايقاع بدك تعلمنا تنحن نرد عليك. خليني بعيد خليني. اوكي يلا قلنا خليني بعيد. قلنا اياها مظبوط. خليني بعيد خليني خليني بعيد خليني. انا خايفك لا تبليني. اوكي ثانك يو شباب، ميرسي كثير. ثانك يو. اوكي يا رب ما تطلعوش. انا مش حافظ انا اصلا. حضر للمره الجايه. حقا صح. تعال نشوف شانتال. لبنان سعوديه. يلا يلا بقول لك ايه؟ يلا ليكو علي ايه مركز. علي بدك تعلمنا شيء عن جد ضروري. هذا موال حجازي. موال؟ لا الموال بدك تعلمنا شيء نقدر نقوله كلنا مش انا. سهل سهل سهل. لا قصدي يكون في ايقاع. يا حبيبي فيك برافو علي برافو علي برافو. مو ضروري اني اقول لك قد ايه انت وحشني، والغياب مهما يطلبك عمره ما يبعدك عني. يلا علمنا هالجملة حلوة. مو ضروري اني اقول لك قد ايه انت وحشني. يلا قولوا شباب. فولكلور لبناني كنت محضرة شيء على السريع. يا الله كنا طالعين عجاء على المسرح. هلا تبع شو عالميجو يا ابو الميجو يا ابو الميجانا، اعراسينا غناني وهوى وحب وغنى. مش صعبة. يا عالميجو يا ابو الميجو يا ابو الميجانا، يتفرجوا عرسينا
مع بعضكم الشباب والصبايا. قرنا شوفي قرنا باي قرنا مرسي مره جاي نحضر لك فركوش زي يلا باي. مش ما كثير فركوش زي ما هيك مش هيك تتعب انا يلا بريك صغير مشاهدينا وبنرجع نحن وياكم. منتابع يوميات ستار أكاديمي مع درس جديد للغة الفرنسية لعلي مع ميس شانتال. طلع بعينيه مش مدمع. مين؟ أنا دمع؟ بنا بس يمكن عشان ال لا هلا ثواب ثواب أوكي ثواب بالفرنسية إجي باي معروفة إجي باي. شانتال أنا كنت إجي باي. لا لا جي باي بلا انا كنت جي باي جي باي جي باي لا لا صحيح لا لا صحيح تعال تكلمي بدالي جي باي تعجسي مكاني تكلمي بيان سور جو با ملعب 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 الفرنسي ملعبي ملعب كار ا ليكول جيتودي سيت لانغ باغل كوم تو فو باغل كوم تو فو باغل كوم تو فو كوم تو باغل كوم تو فو قال كم تفو اوكي وي وي بدات تفهمني بدات تفهمني بدات تفهمين حلو ايه حلو وي جو بار انت قاعد تسب ولا ايش باش انا اعرف ايش قلت لك ايه اتكلم هلا انه ايه راح احكي يعني je suis très 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 triste voilà voilà Pourquoi tu es chaud? Triste. Pourquoi tu es triste? Okay. Bon triste. Bon ok, تفضلي. Pourquoi tu es beaucoup triste? تفضلي. Je suis triste. انت قاعد تغش ولا ليش؟ انت قاعد تطالع هنا ليش؟ اترش ترش. بديتي. Je suis triste. Pardon? 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 Pardon. 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 Oui. Très bien. Voilà, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Car mes parents me manquent beaucoup. Vas-y. Car mes parents me manquent beaucoup. Vas-y. 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 Les miens aussi. 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 Accent. Accent. كم لي احكي بابا بس ما بعت له شيء يلا يلا اوكي ما بعت له شيء بدي اشوف اذا بيفهم رح ارجع عيد نفس الحديث لا 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 انا وعلي واحد اي بالضبط بالضبط انا وعلي واحد اذا تكلم هو كاني تكلمت ايوه انت قولي له جواب علي بالنص لا ما في مشكله لا لا تعال تعال بالعكس في الاذن صح احسن تفضل اي انا باك تخوفين يعني خوفك بشو بدي خوفك قولي قول يلا كملي انا اخر واحد اتكلم تتكلمي جو تام بوكو مو انكور بليس مو انكور بليس هي كذا فهميها قال لك مو انكور بليس هي كذا فهميها بليس مو انكور بليس من شانتال وعلي لرافائيل وحنان وجولة جديدة من المناورات بين بعضهم من بعد مسحة من قبل رافائيل ما قدرت حنان تتقبلها. في يفسر شغلة؟ إذا بحكيها مثل الطريقة اللي هي بتحكيني فيها بتقلي احترم حالك. بكيش السيدة عرفت كيف؟ احترم حالك رافائيل. مالك سيدة عرفت كيف؟ شو؟ حالك بلدياني. لا والله لا والله مالك. وزا
ولده بده يحكي بالزاف 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 صاحبي بالزاف. عنك عنك حياتي عنك لا عنك لا لا عنك حياتي عنك حياتي رفايل خلص عنك حياتي عنك مش قلت لك ما تمزح معي بهالمزح السخيف اللي كنت عم تمزحه قبل شوي شو عملت؟ ما تمزح ما تمزح حياه امي مضروبه مضروبه حياه لا مضروبه بلا خبيث بلا خبيث والله بلا خبيث حرام بلا خبيث انا بلا خبيث أرجيك شو يعني؟ بلا خبيت لا بلا خبيت لا افتح اخي افتح افتح الباب شدي شدي طيب افتح طيب شدي افتح لا بتكسر لي اجرة ما عاد في غنى بتكسر لك اجرك بابا فيك تغني تغني من اصابع اجريك انت افتح افتح بقى طيب شدي بتفيك تفتح تعلم كيف تحكي معها تعلم انت كيف تحكي معها انت تعلم كيف تحكي معها انا ما راح اتعلم انا هيك رح نحكي معها ما لك الشرف ايه لي الشرف ما لك الشرف ما لي الشرف ها يلا رجعت قلت لك يعني شو لا بل ما تقوم ما تقوم بتعيدها طب وقعت وقعت سمعت لا Hi guys. Hi. Hi babies. Hi. Hi babies. Hi babies. إيه؟ إيه؟ قمت لي. عادتني وحياة أمي عادتني. أحلى رفيان والله. بريك صغير مشاهدينا ومنتابع نحن وياكم أخبارنا. منتابع أخبار طلاب الأكاديمية مع إيهاب يلي قرر مع أصحابه يألفوا أغنية يشرحوا فيها معاناتهم أثناء الاتصال الهاتفي مع أهلهم. لازم نألف كلام على هيدا اللحن للأكاديمي. أنا بدأ أطلع لي طب عايز اكلم اهلي بس هما ما بيردوش طب ليه ما بيردوش انا عايز اكلم اهلي طب هما ما ليش ليش انا عايز اكلم اهلي ايوه بس هم ما بيردوش انا عايز اكلم اهلي بس هم ما بيردوش حمزه سلم عليك وحمزه سلم عليك وعزه سلم على دينا عزيز سلم على دينا وحمزه سلم عليا طب حمزه سلم عليا حمزه سلم عليا وعزيز سلم على دينا ربعنا طل وطل بعدنا طل وطل انا بحبك وانتو وبحبك تكشن طالو الاجل بدي اضرب من الصبح للمغرب احلى شعب والله بالعربية انت يا شعب المغرب هايدي متضايقة ولما لجأت لمروان لتخبره عتبها بدوره انه هي ما بتقرب منه الا لما تكون زعلانه بكره بكره ترتاح مني ان شاء الله ما تلاقيش حد
يشاطرك افراحك واحزانك. حلوه يشاطرك دي. من وين هاي؟ من وين لوين تؤمرينا؟ ما بشوفك شغله وقت تكوني عم تبكي بس. وقت تكوني مبسوطه ما بشوفك صراحه. صراحه. بدك تتكلم جد؟ ليه زعلتي اخذ على خاطري؟ عشان حسيتك بتتكلم جد. حبيت سمنك بدنك هلا. انت ما سمعتي لي بدنك ساعة. اي ساعة سميت لك بدنك؟ هلا. انا ما تشوفنيش الا في الحزن بس. ليه علقت براسك هلا؟ عشان حسيتك قصدها. طيب. إذا أنت حاسة هيك أوكي. شفتي وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ أكلت شي 10 غبي أنا وأنا ما ضليتني قاعد. أكلتي وحدة أنت هلا إنسان بدني هلا كلياً، ليه بقى؟ عشان لا دي كانت جاية بهزار تانية. أنت بتتكلم بجد صح؟ بتعرفي هذا شي كتير منيح بس شوفك إنه وقت تكوني زعلانة إنه بتحسين حدا بفرحك. ما فيني مبسوط لهالشي. بتروحي بتزعلي عند حدا بتنبسطي عندي. حلو كتير والله العظيم. اوكي ولما بكون مبسوطة بروح اتبسط مع مين؟ ما بعرف. أنا مثلا ما بكون موجود ما عندي بيانو شو مطرح كذا. شفتك زعلانة أنا. هلا شو صار؟ شو صار؟ ولا حاجة. أنت قلت كلمتين كانوا عندك محمل هزار بس هم جد. اوكي. صح ولا غلط؟ بس انا في نظري الانسان الحزن ممكن تلاقي جنبك ألف واحد يحزن معاك. انت شو برايك هلا؟ لكن الفرح بتجي لعندي بس لما تكوني زعلانه. عم شوفك بس وقت تكوني زعلانه. انت هيك برايك؟ انت هالشيء عملتي؟ تزعلتي؟ لا بس ساعات الانسان مش بياخد باله من تصرفاته. يعني انا ممكن اكون فعلا بعمل كده مش واخده بالي. لا انا كنت عم بمزح، كنت عم اعصبك اصلا. بجد؟ لا عم بحكي جد كنت. لا بس انا حاسك بتتكلم جد مش بتهزر. حاسك كده عارف انت لما ترمي حاجه في وسط الكلام كده. ليش زعلتي هلا؟ لا عشان دي ليش زعلتي؟ طب ولا مره حكيت شيء وزعلتي انه تقبلتي الموضوع بهيك بطيبه قلبه او لا بس في حاجات الواحد لازم ياخد باله من تصرفاته فيها عشان يعني دي ممكن تبقى شويه انانيه فاهم؟ لا لا ابدا لا طبعا انانيه شويه ابدا لا انك تروح لحد في وقت زعلك ما تروحلوش في وقت فرحك ده بيتحسب عليك وحياة هايدي انا عم بمزح وحياه مروان وهايدي عم بمزح بس لا انا قصدي انه في 10 في 10 غيري انه شو يعني حتى لو قد ما كانت قد ما كنت بتحس بالارتياح في 10 غيري بيستاهلوا انه تكوني معهم فهمت علي؟ زعلتي هلا؟ لا ما زعلتش يا عم في ايه يا عم آه كنت لانه لا والله العظيم كنت عم بمزح معي خلص ما دام انت تمزح خلص انا بحس انه انا بحاجه اني بدي اقعد معك وقت بحاجه بلاقيك انه مثلا مشغوله بشيء عندك شيء كذا في اوقات عن جد اليوم الانسان بحاجه هيك يقعد مثلا اختي بس هيك يقعد عرفتي اخر بريك بحلقتنا وبنرجع بعده للقسم الاخير خليكم معنا منتابع حلقة الليلة من يوميات الطلاب مع ردة فعلهم بعد تسميات درة. خلونا نشوف كيف تتغير أجواء الأكاديمية من بعد ما تعلن درة أسماء الطلاب يلي بدائرة الخطر. إذا النومينيز الثلاثة حنان دينا شانتال والله ما زعلانة يا جماعة انا مهيئة لك انا عايزاك تكسري كده كبرايد ان شاء الله خليها حلوه قوي خلاص تعودت تمسحت شرفكم ثلاث مرات مش مضايقاني كل شيء منيح شو؟ ما في شيء مضايقاني انا كثير منيح انا اسعد واحد بالكون هلا أتعز واحد بالكون مش أسعد واحد
بدي ابكي لان ما بدي اقول للعالم انه عم تبكي دائما. ما بدي ابكي، صعبه كثير صعبه والله صعبه. انه ما تبكي هو اللي عم تمرق فيه. تبكي عادي، منه شيء عيب. انا ببكي وانا بكيت عادي. ولا هزعل لو روحت بلدي، لاني هبقى لسه نجمة ستار اكاديمي تينا، والفانز بتاعي لسه بيحبني، والناس بره هتستقبلني ليه لا يا جماعه؟ وعملت حاجات كتير قوي حلوه في الاكاديمي. ليه اخد الوحش ولسه عندك أكتر. ليه اخد الوحش بس وازعل؟ مش وحش. حتى لو طلعت، حتى لو 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 رجعت وطلعت تاني برايم بعد البرايم ده وطلعت نوميني، مش هزعل والله ما هزعل. كيفاش يهدر كل واحد؟ كيفاش يفكر كل واحد؟ كل واحد يقدر يحطمك في دقيقة، يقدر يرجع الثقة، يرجع لك الثقة تاعك في دقيقة. انت في شكون غادي تركزي دوك؟ ناس بزاف هما يهدروا. تركزي في اللي يقول لك حافز نيجاتيف، ولا تركزي في اللي يقول لك حوايج بوزيتيف؟ جيسي دتر فورت مي جو فولو جو. كاع الناس اللي كيشوفوني وحق الله العلي العظيم تحطوا في الموقف ديالي، والله ما تقدروا تصبروا. كيقولوا لي ما تبكيش، و صعيبة صعيبة تحمل، سورتو الناس اللي كنتي كتبغيهم كيطلعوك كدير لامبوسيبل بو نو با تومبي نوميني، وكتطلع نوميني عاوتاني. وهنا بيعرفوا هالشيء. انت على بالهم بليك كتخدمي، على بالهم بليك انت عييتي. بس هاللعبة وانت ما فيك تعمل شيء. مين بتسالي نفسك مشتاقة لأهلك؟ وهلك تشوفينه كل برايم، هلك كل برايم، وأكيد يعني أكيد إنك وحشتيهم، أكيد إنه فخورين فيك، ما بقول لك بجاملك، بس إنه أكيد إنه فخورين فيك، وأكيد إنهم يعني مبسوطين للي أنتي وصلتي له، سواء أنتي بقيتي سواء أنتي رحتي، أنتي في النهاية مثلتي أهلك، مثلتي كل الناس اللي بيحبك والناس حبوك. وناس حبوك، يحبوك اسلوب، يحب اسلوبك، يحبوا احترامك، فرضت احترامك على كل الناس عن جد. ما بكي بتتاثر بشيء ولا بتضايق من شيء عن جد. يعني شانتي مهما صار انت حزينه ليه؟ انت شو قلتي امبارح؟ حتى لو روحتي حيفرق؟ بالعكس والله، انا لو روحت مهزله، والله لو روحت مهزله. انا كفايه ان انا وصلت للمرحله دي بجد. برافو دي. انا اللي راح اروح مش انا. حتى لو انت روحتي الناس مش هتحبك؟ الا مش هيبقى ليكي فانز بره؟ الا مش هتعرف ان انت نجمه ستار اكاديمي؟ الا ده اللي احنا كنا جايين ستار اكاديمي عشان نعرف نتعرف بيه. يا رب يكون معايا. الأساتذة مثل كل أسبوع خبروا الطلاب عن سبب تسميتهم إلهم، حتى يقدروا الطلاب يحسنوا نقاط الضعف يلي عندهم. أوتيك هي التمثيل، يعني لهلأ كل إيفال كان أحلى من الثاني. ما فهمت شيء، لا فهمت القصة ولا مع مين عم تحكي، وهالطريقة اللي فت فيها ما فهمنا وين فاتي، وبالآخر ليش مين صار الشخص اللي عيط لك؟ يعني خلقتي لي مكان الظهرة شيء والفوتي شيء، ولا حتى عرفت وين، ولا حتى ليش قتلتي، ولا إذا قتلتي يعني أنت مبسوطة باللي عملتيه. بس أوكي. ما انقهرت كتير بالبرايم، كنتوا كتير قراب من بعض كلكم، وكنا مبسوطين أنه أنت زمطت من فكرة الخوف، بلشت تسيطر على حالك، بلشت تعطي أداء مقبول بالبرايم من دون مشاكل، قريب من اللي بتعطيه وقتها بتكوني عم تتمرني، وهذا شيء كتير منيح. بس اللي تفاجأنا فيه كلنا انه بالإيفال بالمطرح يلي انت عادة فيه بتكوني أريح من البرايم، صح؟ لأنه تعودت علينا، ولأنه أفكارك حلوة، ولأنه بتمثلي كتير حلو بشهادة أساتذة المسرح. بقى تفاجأنا فيك امبارح، وبالفعل كان من أقل الإيفال بين أصحابك، ونحن هلا صرنا بمنافسه اقرب واضيق، لان صرتوا كلكم اقرب بالمستويات على بعضكم، وهيدي هزه محتشتيها انت.
طبعا ما بتروح فيك دعان ابدا وبس يعني ما بدنا نقول لك شيء الا حظ موفق ترجعي لنا بالسلامه انتبهي على صوتي كان مبين تعبان وبس ما فينا نقول لك اكثر من هيك 100% وفي شغله كثير مهمه اذا بدك تعملي ريبيتيشن للبرايم صوت خفيف 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 ممنوع تعطي فول باور ممنوع وبعدين اهم شيء صوت الصدر ما تشد عليه وهيك بتصيري محليكي والحمد لله على السلامه عن جد كل مره بنزل عندهم ايدي فاضيه الا ما اخذ لهم شيء معي هالمره وهذا بيموتوا ضحك اذا بعمل هيك ليش اخترت شغلة فيها ثلاث أربع اتهامات خينتك ولا مش خينتك قتلته ولا مش قتلته مدافع عن نفسي ما كان لكن احنا عم نحكي مقارنة مع الباقيين ما كان أبدا لا بالتمثيل بالتمثيل ما كان مقنع ما فهمنا لأن الباقيين كانوا عاملين شغلة متماسكة وبالغنى قلتي له بتذكر وبلاش تتغني يعني أنا بدي من شانتال يعني أنا بطمح من شانتال اللي فرجتني عدة إيفاليت حلوين شيء أحلى من هيك شيء يعني في غيرك مثلا إجا هو عم يحكي فات بالغنية يعني غنيتي له غنية مش حدا قاتل ومنه خاين كان كله على بعضه بإجماعنا كلنا كان مش شانتال أقل من شانتال أنا اللي عندي إليكي هو أكيد إنه بالبرايم كنت أحسن من العادة أوكي كان مبين الفرق بالغنى ولكن أنا قلت لك إنه بالبرايم زبطت الغنى نزعت التامبر تبع الصوت وقت اللي بدي أجرب أنا أعطي ألوان مختلفة بصوتي لازم أقدر حافظ على نوعية الصوت يعني مش بزبط الغنى وبنزع التامبر أو بخليه ينزرك أو بخليه ما يكون مرتاح اللون تبع الصوت بالبرايم كان فارق علي كتير مع أنه المغنى كان أحسن حظ موفق للطلاب الثلاثة وما تنسوا مشاهدينا تصوتوا لهم حلقتنا لليلة خلصت أنا بلاقيكم بكرة مشاهدينا باي باي I'm not gonna